أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. كل يقرأ معايا وكل يصحصح، والجمهور والعشاشات والآباء والأولاد والأمهات الكل يبدأ يقرأ معايا وراجع. ما شاء الله الحزب اللي احنا حفظناه من عما يتسألون النبأ لسورة الطارق. ها النهارده اليوم يوم التسميع، معلش من اول خالص عشان انا عارف ان في لسه ما استعدتش من كله يبدا من الاول. معلش يلا بسم الله الرحمن الرحيم عشان كله يستعد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الاداء عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. نعم. ثم كلا سيعلمون. نعم. نجعل الأرض والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ما شاء الله وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا ما شاء الله وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نعم جزاء من ربك ما شاء الله كل يقتل ها رب السماوات والأرض بينهما الرحمن لا يملكون منه نعم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ما شاء الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات نعم والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها نعم مردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة نعم فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى
نعم. إذ ربه بالوادي المقدس هو اذهب إلى فرعون إنه فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. فإذا جاءت النزعات. نعم. قبل من عبس. نعم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ممتاز. ما شاء الله. حياكم الله. أحسنتم. خدنا بالنا من نطق الخطأ. انتبهنا. نعم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يلا عبس وتولى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما فأنت صدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت تلهى كلا إنها تذكرة نعم شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء وأمه وصاحبته نعم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت
وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار وإذا النفوس وإذا الموءودة ما شاء الله ما شاء الله ذنب قتلت وإذا الصحف نعم الناس اللي في البيوت اللي في المنازل اللي في كل مكان اللي في الشوارع الكل يسمع والكل يقرأ نعم والكل يدعو لنا إن شاء الله مع الكتاب الكبير جزء عنا جزء تبارك ما شاء الله رضي الله عنا أجمعين نعم نعم كنا الله أكبر إذا عسعس نعم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة اقرأ وارتقي ورتل مطاع ثم أمين وما صاحبكم ممتاز ما شاء الله وقد رآه وما هو على الغيب وما هو لقوم شيطان وجير فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكثرت وإذا البحار وإذا القبور علمت نفس ما قدمت يا أيها الإنسان ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أيوة المد والغنى جميل كذبون نعم وإن لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار الله ما شاء الله وإن الفجار يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك نعم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نعم بسم الله يلا يا حاجة اقرأي معايا يلا يا عم الحاج اقرأ معايا للمطففين نعم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين نعم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك كتاب مرقوم يشهده مرة ثانية معلش تاني إن كتابا وما أدراك كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين نعم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال نعم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نعم كلا يلا جماعة اللي بيتعتعوا يلا يجتهدوا وحيبوا إن شاء الله مهرا إن شاء الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا لقد يسرنا القرآن الذكر نعم يبون نعم كتاب الأبرار اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وما أدراك كل يقرأ وكل يدعو نعم نعم يشهده الله نعم إن الأبرار لفي ما شاء الله على الأرائك نعم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم
ختامه مس. نعم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم يلا. بسم الله الانشقاق الانشقاق. نعم. إذا السماء انشقت. نعم. وأذنت لربها وحقت. نعم. وإذا الأرض ما شاء الله مجهود حفظكم. نعم. اهتمامكم دعائكم إخلاصكم ربنا وفاكم من عليكم. نعم. من يتقبل كل إنسان يجتهد. نعم. مش الحفظ صعب ابدا. نعم. روح احفظ واقرا وتعلم. نعم. حتى لو 80 سنة لو 80 سنة. نعم. نعم. واما من اوتي كتابه وراء نعم. سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله نعم. إنه ظن أن لن يحور. بلى. إن ربه كان به بصيرا. الله بلى. 20 موضع في القرآن بلى. 20 موضع. الله أكبر. والقمر إذا اتسع. أنا أقولهم إن شاء الله لما نخلص القرآن كله بالترتيب وبالحد وبالتحقيق. نعم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نعم. بل الذين كفروا يكذبون. نعم. والله أعلم بما يوعون. نعم. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اوعى تغلط اوعى تغلط. الحمد لله. يلا بسم الله. البروج البروج ومعانا الطارق. صح صح يا طارق. نعم. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحابه. نعم. عزيمة واصرار. رأر نعم. رجولة. نعم. الاداء سمعوهم النطق صحيح. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. نعم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. نعم. إن بطش ربك لشديد. نعم. إنه هو يبدئ ويعيد فايز هو الغفور الودود أحمد ذو العرش المجيد علي فعال لما يريد سعيد هل أتاك حديث محمد ما شاء الله يحيى أيمن أحمد والله محمد عبد الرحمن. نعم. هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يلا خواتيم بقى الحزب. خواتيم الحزب الطارق رحيم. نعم. سمعوا الجمهور كله الأداء والحفظ والتثبيت يا رجالة يا شباب من نعم أهل القرآن. نفس لما بالبطء بالبطء عشان كل يسمع ينظر للتحقيق الجميل والترتيل. نعم. والتجويد. نعم. يخرج من بين الصلب والتهاجر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء
السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحفظ ما شاء الله قتل بالله ده يعني إن شاء الله تعالى نثبت على الحفظ ده والأداء ده والقراءة والترتيل ده والتحقيق وكل حرف الحمد لله الجميع كل حرف أخذ حقه ومستحقه. فرق إيه 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 اللي وصلنا ليه؟ إحنا لسه في جزء عام وصلنا للأداء ده إزاي؟ بالتلقي بالمشافهة برياض الجنة مجلس العلم. لذلك نصيحتي للجميع والكل سمعني على مستوى العالم الكل سمعني الأداء والتلقي وزي ما إن شاء الله تعالى لما هنتكلم إن شاء الله تعالى في تجويد الفاتحة والأخطاء الجلية وأحكام التلاوة وأحكام التجويد الشغل العملي الجميل اللي هنبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى. فدايما نقول التلقي له أهمية كبيرة من يكن آخذا للعلم من شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حاله ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدل. يبقى احنا الحمد لله استفدنا حفظ أداء. النهاردة عندك استعداد الحمد لله تصلي بالحزب ده عندك استعداد الحمد لله تعلم غير وما إلى ذلك والدل على الخير كفاعل. فعايزين نثبت على الحفظ ده على الأداء ده نتمتع بيه وناخد بال تنبيه هام الأداء الصحيح والنطق الصحيح هيحل من النغم هيحل من الصوت هيحل من الخشوع لازم من التدبر من تأو ده يعني وما إلى ذلك. فإن شاء الله تعالى غدا بمشيئة الله تعالى الموعد مع الحزب الثاني أي من سورة الأعلى لسورة الناس. بعد ما هنخلص الحزب الثاني إن شاء الله تعالى كما وعدتكم هنقول ترتيب سور القرآن يا من تريدون أن تحفظونا. تعرفون الترتيب؟ هنقول من أول زي ما قلنا هنا النبأ النازعات لغاية لما هنوصل فارزقنا الإخلاص يا رب الفلق ورب الناس ودايما تتصبحوا بيه وتتمسوا بيه يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء غدا إن شاء الله مع الحزب الثاني وتحفيظ الربع الثاني. كلنا نراجع كلنا نحضر كلنا نهتيد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله.